الآن سؤال: لماذا حسب على قايين خطية في قتله لهابيل مع أنه لا يوجد شريعة بعد؟ لا، في شريعة قبل الشريعة المكتوبة اللي هي ناموس موسى والتوراة، في شريعة اسمها الشريعة الأدبية أو الشريعة الطبيعية اللي هي في ضمير الإنسان من جوه، في ضمير الإنسان من جوه، وبحسب هذا الضمير كان يعرف إن القتل حرام. ونفس الوضع كان بالنسبة ليوسف لما حورب مع امرأة سيده فرفض الزنا، مع ان ما كانتش في شريعه بتقول لا تزني، لكن الضمير بيقول كده. فدي اسمها الشريعه الطبيعيه او الشريعه غير المكتوبه. بيقول: ما راي قصتكم في قول بعض المسيحيين واعتقادهم بموهبه التكلم بالسنه على انها لا زالت موجودة؟ هو موهبة الألسنة أعطيت للناس من أجل التبشير في أماكن لا تعرف لغتهم، لكن حاليا دلوقتي ممكن تبشير أي منطقة بلغات عامة، لغات انترناشونال، يعني يعرفوها الناس كلها. فأصبح ما فيش لزوم للألسنة، لأن الكرازة ممكن أن تتم بغيرها. وأيضا في كورنثوس الأولى 13 في الفصل الخاص بالمحبة بيقول الألسنة ستبطل، بولس الرسول نفسه قال الألسنة ستبطل. كذلك الألسنة كما قال القديس بولس الرسول في كورنثوس الأولى 12 إن لابد أن يوجد مترجم لكي يستفيد الناس، وإذا لم توجد ترجمة فليصمت ويبقى بينه وبين ربنا. إذن المقصود بها فايدة الناس. ولذلك بولس الرسول قال برضو في نفس الإصحاح كورنثوس الأولى 12، قال إن المهم في البنيان، وقال لما تكلم خمس كلمات بفهم لكي تبنى الكنيسة ينتفع الناس، يعني أحسن من 10,000 كلمة بلسان وما فيش حد يستفيد. أما لو أخذت مسألة الألسنة للافتخار وإثبات إن الإنسان مليان من الروح القدس يبقى مش من ربنا، لأن الله لا يعطي موهبة للافتخار. سؤال: ما موقف المسيحية من الحب قبل الزواج بهدف الارتباط وليس لأي شهوة جسدية بين الشاب والفتاة، مع العلم بأن هذا الحب متبادل وكل من يريد الأرض؟ إذا تمت الخطوبة
كويس جدا يوجد حب قبل الزواج. مثاله الحب اللي كان بين يعقوب وراحيل قبل الزواج، لكن حب من غير اي ارتباط ما نضمنوش. سؤال: لماذا نرسم الصليب على الصور او على الاكل او على اي شيء من الشمال لليمين؟ هذا سؤال محير للبعض، لاني سألت البعض من الاخوة لا يعرفون شيء. احنا بنقول ان المسيح نزل من السماء الى الارض لينقلنا من الظلمة الى النور، لينقلنا من الهلاك الى الخلاص. فالظلمة والهلاك بيرمز لها الشمال، والنور والبر يرمز لهم اليمين. هذه الحكاية من الشمال لليمين، يعني ينقلنا من الهلاك للخلاص، ينقلنا من الظلمة إلى النور، من الضياع للبر إلى آخر. كيف يمكن أن أصل إلى محبة الله، بالقلب أم بالعقل؟ بالاثنين مع بعض. بيقول تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل فكرك. لما الفكر يمشي مع ربنا يجيب مشاعر طيبة للقلب، ولما القلب يحب ربنا يجيب أفكار كويسة للعقل. بأيهما تبدأ؟ ابدأ بأيهما، هتوصل للآخر. سؤال: أريد التناول ودائما أخجل من الاعتراف، فهل من ممكن أني أتناول بدون اعتراف؟ إذا كنت بتخجل من الاعتراف بلاش تخطي الخطية اللي تخجل تقولها، بلاش تخطي الخطية اللي تخجل تقول. كل ما تيجي تخطي تقول آه هقولها إزاي، أحسن بلاش. فإن ما كانش حبا فالله لا تخطئ، يبقى على الأقل خجلا من الاعتراف. وإذا كان لازم فبيقول كيف أستطيع الاعتراف؟ تحط وشك في الأرض وما تبصش في عين أبونا وتقول لي يا ابونا انت عارف كل حاجة. ساعات ناس يقولوا انا ارتكبت الخطية ويسكتوا، وما ابونا يفهم يعني الخطية، يعني كل حاجة ممكن تتقال، ولكن كلمة الخطية لوحديها بتتفهم بطريقة تانية. واحد بيقول ما المقصود بان الشيطان سيحل من سجنه بعد 1000 سنة؟ يعني هو مقيد مش واخد حريته، ولكن يحل من سجنه يعني يبتدي ياخد حريته على أصول يعني. ولذلك لما يحل الشيطان من سجنه سيكون الارتداد العظيم، ويأتي ضد المسيح اللي الشيطان عن طريقه يعمل آيات وعجائب وقوات كاذبة، فالناس يظنوه هو المسيح، وتكون النتيجة إنهم يرتدوا عن الإيمان. واحد بيقول كيف أستطيع أن أتعامل مع الزملاء والزميلات في مجتمع الكلية، وكيف يمكن أن أتجنب الحب العاطفي في الكلية الثنائيات؟ اتعامل مع الزميلات كأخوات، زميلات في الكلية، في حدود العلاقة الدراسية والاجتماعية، وحاول أن تعاملهم معاملة واحدة، وما تخليش فكرك يسرح في حاجة مش تمام. وانت عارف انك انت زميلتك في الكلية مش مضمون انك ترتبط بيها بعد ما تخرج من الكلية، هتروح العسكرية الجندية
وبعدين تستنى لما تلاقي وظيفة، وبعدين تستنى لما تلاقي فلوس تجيب بها مسكن وتجيب بها شقة، تكون هي يعني سبقتك. لو كنت بتحبها قوي جايز تجوز واحدة من بناتها مثلا على بال ما تكون نفسك يعني. او بالشكل ده الوقت هيزعل. واحد بيقول: هل روح إيليا النبي تقمصت في جسد يوحنا المعمدان إذ أن السيد المسيح قال إن إيليا نزل ولم تعرفه؟ قيل عن يوحنا المعمدان إنه أتى بروح إيليا، بروح إيليا يعني بأسلوب إيليا، بطريقة إيليا. إيليا كان رجل ناسك، يوحنا المعمدان كان رجل ناسك. إيليا كان بيسكن في البراري والجبال، يوحنا المعمدان كان بيسكن في البراري والجبال. حتى منظر شكله انه ليه منطقة على حقويه ولابس من وبر الإبل، هما الاثنين شكلهم زي بعض. إيليا كان شجاع، يوحنا المعمدان كان شجاع. إيليا وبخ ملك زي أخاب، يوحنا المعمدان وبخ ملك زي يوحنا المعمدان، فنزل بنفس الروح. لكن مش نفس روحه هي اللي حط جت في يوحنا المعمدان طبعا، لا، بدليل ان ايليا ظهر على جبل التجلي مع المسيح وكان هو لوحده، ما كانش دخل في يوحنا المعمدان ولا غيره. واحسن رد على دي، احنا دايما الكتاب المقدس بتاعنا هو الحكم، والذي يعرف الكتاب لا يقع في اخطاء، تماما كما قال المسيح لليهود: تضلون إذ لا تعرفون الكتب. تضلون إذ لا إيه؟ تعرفون الكتب. طب الكتب بتقول إيه؟ في إنجيل يوحنا الإصحاح الأول من آية 19 بيقول: وهذه هي شهادة يوحنا حين أرسل اليهود من أورشليم كهنة ولاويين ليسألوه: من أنت؟ فاعترف ولم ينكر وأقر: إني لست أنا المسيح. فسألوه: إذن ماذا؟ إيليا أنت؟ فقال: لست أنا. يبقى كفاية كده، هو نفسه بيقول أنا لا إيليا ولا حاجة. في بعض ناس بيفهموا النبوات فهما خاطئا، يعني هيجيلكوا شخص بروح إيليا، بأسلوب إيليا، بطريقة إيليا، بمنهج إيليا، فيفتكروا بروحه يعني التقمص. التقمص ده مبدأ وثني من مبادئ اللي انتشرت في بلاد الهند، في الديانة المصرية القديمة، في بعض الديانات الإغريقية، في الفلسفة اليونانية القديمة، وانتقلت حتة حتة لغاية لما بعضها وصل إلى بلاد اليهود. ولا ننسى أن البلاد اليهودية خضعت لحكم اليونان من أيام الإسكندر الأكبر وطوال عصر البطالمة، يعني 3 قرون من الزمان. في أثناء 3 قرون بعض من الأفكار بتاع الإغريق والفلاسفة بتاعتهم والأفلاطونية وأفكارها سرحت وسط الشعب، فبيسألوا من واقع الأفكار اللي لخبطتهم، فقال لهم: لا، أنت إيليا؟ قال: لا. فالآية واضحة، ما عندناش في المسيحية حاجة اسمها تقمص. تقمص دي حاجة عند الهندوسية، عند حاجات زي كده.